امتحانات مصيرية وحاسمة تلك التي تنتظر أزيد من 650 ألف مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا عبر كامل التراب الوطني. دورة هذه السنة عرفت ارتفاعاً في عدد المترشحين قدر ب 15.40% مقارنة بالسنة الماضية. بلغ عدد المترشحين في امتحان البكالوريا 656,026 مترشح. المتمدرسون 450,374 مترشحا. الأحرار 206,652 مترشح. وهنا أوجه النصح لأبنائنا بعدم الإصغاء بما يروج له بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب مواضيع الغاية منها فقط هو تشتيت أفكارهم وإحباط معنوياتهم وإبعادهم عن المراجعة والتركيز. وتفادياً لحدوث أي مشاكل كالتي شهدتها بكالوريا العام الماضي، قام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع الهيئات المختصة بتسخير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح العملية. قام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتوزيع جميع المترشحين على 2181 مركز إجراء، بحيث يكون 20 مترشحا في القاعة الواحدة التي يحرسها 3 أساتذة حراس، بحيث يصل عدد الأساتذة الحراس إجماليا الذين تم استدعاؤهم على المستوى الوطني 120,000 أستاذ. وزارة التربية الوطنية أبقت على جملة من الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة بما فيها إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة، فيما أقرت مجموعة من التعليمات. للمترشح لابد أن يستيقظ للاستعداد للامتحان يعني باكرا، لكن لا يسمح للمترشحين أكثر من نصف ساعة من الساعة من الوقت من المتأخر. ننصح كذلك المترشحين على عدم إحضار الهاتف النقال أو أي أجهزة اتصال إلى القاعات، لأن إحضارهم إلى قاعات القسم تعرضهم إلى عقوبات نحن في غنى عنها. طلبة الأقسام النهائية إذن يقبلون على امتحانات البكالوريا بعد أن كانت أكثر الأقسام التي عرفت حالة من المد والجزر تنوع فيها الصراع بين الوصاية والنقابات وحتى التلاميذ، صراع أزال الكثير من الحبر وخلق جدلا كبيرا حول العتبة واستدراك الدروس،